قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقبول استقالة حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة. هذه الحكومة انتهت صلاحياتها زيادة الرئيس، التمديد لها حتى الآن يتجاوز حدود المنطق ويتجاوز حدود الاقتصاد ويتجاوز حدود استقرار هذا البلد. التعديل الوزاري قد يشمل حتى الآن 15 وزيرا. هناك أكثر من وزير هام طلب إعفائه لأسباب صحية. هناك عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية سيبقون في مناصبهم. رصفوا طرق اولويات الشعب المصري، مستشفيات ومدارس. رئيس الوزراء رئيس ما عندوش اي فكر اقتصاد، قلنا الراجل ده لازم يتحاسب قبل ما يمشي، ده زلط ورمي راس اي فكر اقتصاد. اتفضل يا دكتور مصطفى، اتفضل قول. لا يا فندم، اللي حضرتك تؤمر بيه على طول هيتعمل.